مرحبا، معكم كفاية أبو دية. أنا سفيرة سلسلة فنادق بيرغنشتاك في سويسرا، واليوم جاي خصيصاً لدوحة فيستيفال سيتي لأجي على محل بيرغنشتاك لأورجيكم الشغلات المميزة عندهم. خليكم معي. طبعاً حب اليوم أورجيكم الكولكشن الجديد اللي نازل عندهم من بيرغنشتاك. الحلو في البراند هذا أنه صار له 250 سنة، صناعة ألمانية، والجلد عندهم جلد طبيعي 100%، والصوف أوريدي من نيوزيلندا. بتعرفوا السوق أوريدي نيوزيلندا مشهورين بالخرفان والكذا، فكلياته الصوف بيكون صوف طبيعي. فعندهم كولكشن كتير حلو بتقدروا تستخدموه في البيت، تقدروا تستخدموه أنتوا طالعين برا. بما أنه نحن هلأ في موسم كأس العالم، عندهم الشوز مريح بطريقة مو طبيعية، بتقدروا تمشوا فيه مسافات كتيرة بدون ما تحسوا بأي تعب. مثل ما أنتوا شايفين في أكثر من موديل وأكثر من ديزاين على حسب أنتوا شو بتحبوا، وبالنهاية أهم إشي عندكم إنه هو يكون يفيدكم وأنتوا ماشيين، ما يكون بتعبكم بالمشي، وبيكون أوريدي 100% طبي. وطبعاً من الشغلات المميزة واللي أنا ككفاية حبيتها كتير المجموعة هاي اللي أنتوا بتشوفوها، في منها بتكون بحزام وفي منها بحزمين. حبيت الألوان ككوليكشن هلأ بالنسبة للشتاء، الألوان أول إشي مثل بتشوفوها زي الشموا، وبنفس الوقت مريحة للمشي ومصنوعة من الفلين، فحتى قد ما مشيتوا وقد ما كذا ما رح تعرق الرجل، ما رح تطلع يعني سوري ريحة لألكم بالرجل وانتوا ماشيين. كل هالشغلات هي كلياتها من هالبراند، بتضمنوا انه الكواليتي ممتازة وبنفس الوقت ما رح يكون عندكم تعب وانتوا ماشيين بهذه النوعية من الأحذية. حبيت أنا هذا اللون، شوفوا هذا اللون جاي تقريباً، إذا أنتوا بتشوفوه على الطبيعة رح يبين معكم أكثر أنه هو جاي تقريباً زي لونين مع بعض، وبنفس الوقت كمان شموا، فكتير حبيته. وهلأ رح أورجيكم الكولكشن الثاني للرجال، عندهم كمان مجموعة رائعة من الشوز اللي انتم ممكن حتى كرجال تقدروا تحبوها وتقدروا تستفيدوا منها، منها عدة ألوان وعدة براندات، بتقدر انكم انتم تيجوا وتشوفوا الألوان تاعتهم. وعندكم في هذا ردي مطلوب دائما، انه هم معظم الشباب بحبوا انهم يلبسوه على التواب على الترينينج تاعهم، بيكون كثير مريح لهم وهم بالمشي. وعندهم تقريبا جميع الالوان مثل ما انتم شايفين. شوفوا هالنوعيه الحلوه اللي نازله كمان لفتره الشتاء. طبعا الجلد اللي مثل ما حكيت لكم عنه الجلد طبيعي 100%، فبيكون بفتره الشتاء بيعطي دفى كثير للرجل وانتم ماشيين. وعندهم اكثر من ستايلات مثل ما انتم شايفين والوان مختلفه. ومن بين الشغلات اللي لفتت انتباهي هذا الشوز رجالي، جلد طبيعي 100% وكثير رائع بصراحه كستايل وكشكل. في منه اللون الأسود وفي منه اللون الأبيض، وفي عندكم هذا الستايل الثاني كمان موجود، والستايلات المختلفة الثانية للرجال. تعالوا نشوف تاعت الأطفال اللي هي أحلى قسم صراحة أنا كتير حبيته. عاملين ديزاينات كتير روعة للشتاء مثل ما أنتم شايفين، هذه كتير حلوة من الصوف ومن الجلد. وعندهم شغلة تانية عاملينها إنها هي ضد المي، يعني انتوا حتى لو اولادكم رايحين على البحر ولبسوهم ما عندهم مشكله باللبس، لانه هذه كلياتها بتكون ضد المي، هذه التشكيله للاطفال. من الشغلات المميزه كمان في بيرغنشتوك، حتقولوا اشمعنى نختار هذا البراند ما نختار غيره؟ اللي بيميزهم انه اوريدي مثل ما انتم بتشوفوا اي شوز عندهم الستايل تاعه بيكون مسطح، يعني للناس اللي بتكون عندهم مشكله بالقدم، عندهم مشكله بالالم بالظهر، هذه النوعيه من الشوز بتكون كثير كثير ممتازه لهم وما بتسبب لهم اي الام، فهذا الشيء اللي بيميز بيرغنشتوك عن اي براند ثاني. وبنهايه الحلقه ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم التغطيه اللي عملت لكم اياها لهالمكان الروعه. كل الشكر لدوحه فيستيفال سيتي لاستضافتهم لإلي لهالمحل، شكرا لبيرغنشتوك. وللعلم محل بيرغنشتوك موجود في دوحة فيستيفال سيتي بجراوند فلور مقابل زارا. حلو كثير انكم تيجوا على المكان، بما انه نحن في الورد كاب الناس بتحب تمشي كثير، تيجوا تجربوا الشغلات المميزة اللي عندهم. شكرا مرة ثانية لكم، معكم كفاية أبو دية. بتقدروا تتابعوني على حسابي بالسناب شات كوكي 1977 أو على الانستغرام كفاية.QAT. شكرا لكم.